ولا عدوان إلا على الظالمين من المبتدعة والمشركين ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. ونحن إن شاء الله بحول الله وقوته نلتقيكم في منبر من منابر التوحيد والدعوة على الكتاب والسنة، على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء الله يعني نناقش مسألة مهمة جدا متعلقة بتوحيد الله عز وجل. والآن في كثير جدا من الناس، يعني لو سألته قلت له ما هو التوحيد وما هو الشرك ما بيعرف، لو قلت له ما هي السنة وما هي البدعة ما بيعرف، لأن مجتمعنا ده إلا من رحم الله في جهل شديد في مقام العقيدة، بالذات في مقام شنو؟ العقيدة. لما ترجع القرآن، الواحد أسأل الآن لما تسأل تقول له يا أخي الشرك شنو؟ يقول لك عبادة الأصنام، فهموا كده، تجيب لك صنم كده معناه كفرتك انت مشرك. قلت يا شيخ الحقنا وفزعنا، يقول لك لا ده ما شرك. كويس. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في مشركي العرب الأوائل كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر وهو المالك لهذا الكون. يعني العرب الأوائل المشركين ما عندهم مشكلة في الموضوع ده، عشان كده ما كان في نقاش في الموضوع ده مع المشركين. المشركين الأوائل عارفين الله فيه، والله خلقهم والله رزقهم والله مدبر الكون بنص القرآن الكريم. ربنا قال في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. وفي آيات أخرى كثيرة، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. عارف المدبر الكون الله، والخلق السماوات والأرض الله، بل كانوا بيعتقدوا إنهم على دين إبراهيم عليه السلام. العربي زمان كما مشيت له بيقول لك نحن على ملة إبراهيم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم. ربنا قال في القرآن وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا يهودي لا نصراني لا كان مشرك، لأنهم بيعتقدوا الكلام ده، بيعتقدوا أنه على ملة إبراهيم. وكان بيجوا يحجوا، والقصة معروفة عندكم، لما جاء السيل كسر الكعبة قالوا دارين نبني الكعبة دي لكن دارين أموال ما فيها حرام، ما تكون أموال حرام. كويس. بنوا الكعبة وكان يطوف بالبيت ويأكل الحجاج، الزول بيجي بحج بيأكلوه ويحترموا الحجيج. شفت كيف؟ بعد الكلام ده كله قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عندهم أخلاق. العربي لو أداك كلمة الأول، لو أداك كلام بيقبع عليه. النبي عليه الصلاة والسلام الدليل الذي كان يقوده في الهجرة من مكة إلى المدينة، الدليل اللي كان بيوريه الشارع، كان مشرك وعارف إنه العرب ضربوا يعني جائزة كبرى
لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. عارف 100 ناقة اللي بيجيب محمد، عارف الكلام ده، لكن كان عندهم أخلاق الواحد لو يعداك كلمة ما بينقضها كويس. بعد ذاك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم لشنو؟ ما هذا سؤال. زول بيقول لك خلقنا الله ورزقنا الله وبيدبر الكون ده الله كويس، قاتلهم ليه؟ قاتلهم لأنه لما جاء قال لهم أصرفوا العبادة كلها لله عز وجل، كان عندهم مشكلة في شنو؟ مشكلة في باب، عندهم مشكلة في باب توحيد العبادة، يعني ما بيتوجه بجميع عباداته لله عز وجل. لما كان داير يجي يطبح بيمشي يشيلها يوديها هناك لشنو؟ للات والعزة كويس. عشان كده واحد من العرب المشركين الأوائل كان دين المشركين ده ما عجب، ما راكب له في راسه، قال لهم هذه الشاة أنزل لها الله، قال لهم ربنا نزل لها المطر وأنبت لها العشب، أنزل لها الماء وأنبت لها الكلى، تذبحونها لغير الله عز وجل؟ قال لهم الغنماية دي أو الشاة دي اللي بتطبحوها لهذه الآلهة نزل لها المطر الله وأنبت لها العشب الله، تطبحوها لغير الله كيف؟ كويس؟ فكانوا بيصرفوا العبادات لغير الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك في القرآن المشكلة كانت في شنو؟ لأنه الآن كثير من الناس كويس؟ الأخوان المسلمين والصوفية صوروا للمجتمع انه الشرك بالله عز وجل انك تسجد لك لصنم، سجدت لك لصنم اي ده شرك بالله. لكن القصائد بتاعت البرعي اللي بيقول فيها الساده الساده انا ليكم عبد النادى، ده البرعي طبعا. مين نقول البرعي انصار سنه بنطط والله يا اسي دلوقه قاعد جوا ده، قول اتكلم في صوفيه، اتكلم بصوفيه، قال كجماعتي انصار سنتي المحمديه ندعو الى التوحيد. كذاب، توحيد بعته زمان، صار سنه دل الدعوه للتوحيد زمان باعوها للاخوان المسلمين وقبضوا قروشها، ركبوها عربات كويس معاك دبل كاب بكاسي، شفت انت قال لك واحد راكب له بوكسي دبل كاب وبيلمع بس عارفه ده هو ذاته، عرفت كيف؟ ده اللي هم ذاته الجماعه، عرفت كيف؟ إذا واحد بيجي بيسأله اسمه محمد الأمين إسماعيل نائب رئيس جماعة أنصار السنة تبع أبو زيد التكفيري، أبو زيد التكفيري، أبو زيد محمد حمزة ده تكفيري، أنت ما عارف؟ هو تكفيري وأولاده تكفيريين كويس معاك؟ سأله في البرنامج يا بني آدم أنت رأيك شنو بالصوفية؟ قال والله لو قلنا الصوفية كويسين في ناس بيزعلوا، ولو قلنا الصوفية كعبين في ناس بيزعلوا، بالله خد شنو ما يطلبوا المستمعون ولا ده دين؟ ده عرفت كيف؟ ده دين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه لما مات، مات على الشرك بالله، مشى للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله، قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات. علي بن ابي طالب ابو لما مات مشى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ان عمك الشيخ الضال قد مات. تقال ديلك بيلعبوا ولا شو؟ ده يسألوه، قال كان قلنا كويسين ناس بيزعلوا، كان قلنا كعبين ناس بيزعلوا، كويس معك؟ قال ما تسألون أسئلة زي دي. قال طيب نسألك نقول لك شنو؟ فلانة طلقوها، فلانة ما عارف مالها وكده، داير أسئلة زي دي طبعا، أسئلة شنو؟ زي دي كده. لأنه ذول أخو مسلم، ذول تابع لجماعة شنو؟ الأخوان المسلمين. ولما نيجي بعدين يسألوه عمل خطبة كاملة في وزير الاقتصاد مالك؟ قال والله الرئيس قال لي يتكلم فيه. طيب أنت ما تتكلم في الصوفية ديل؟ ده ما منكر؟
لكن النازل أخواننا سقطوا تماما، صار رسولنا ديل سقطوا تماما، انتهوا، ديل بيقوا عبارة عن أخوان مسلمين كويس. فنرجع ونقول على إنه المشكلة بين أو الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم كان في إنه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة. ربنا قال في القرآن لما يتكلم عن المشركين المشكلة كانت بيناتهم في إفراد العبادة شنو؟ لله سبحانه وتعالى. ربنا قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، عديل كده، والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا شنو؟ قالوا ما نعبدهم، ده المشركين الأوائل، خلي بالك كويس الكلام ده، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله شنو؟ إلى الله شنو؟ زلفى. قالوا أن إحنا ناس وسخانين وجماعة ده النظاف، اللات ده سموه اللات، قالوا لأنه كان بيعجن، كان بيعجن بيعمل عصيدة بأكيد الحجاج، لما مات قالوا زول ده كان بيعمل أعمال صالحة معناه قريب لله، أن إحنا نخطه واسطة بينه وبين الله، مش ندعوه هو، نخطه بيننا واسطة. ده الموضوع كله. القتال، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الأحاديث أمرت أن أقاتل الناس بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، عرفت كيف؟ ده الموضوع. لكن اليوم مشركي الليلة، المشركين بتاعنا الزمن ده، ده المج بيقولوا الشيخ واسطة، لا ده المج مقتنع لك بأنه الشيخ واسطة، ده اللي بيقول لك الشيخ ذاته اللي بيستجيب لك، الشيخ ذاته اللي بيخلق، الشيخ ذاته اللي بيرزق مع الله، الشيخ بينزل المطرة، زي ما قال واحد اسمه خنجوري، ما سمعتوا به ده؟ واحد اسمه خنجوري، واحد هبل كده، زول مخبول في راسه ده، والله جايبينه في المولد ولا وين ما عارف، قال شيوخنا بينزلوا المطرة، قال تدفع البياض للشيخ، قال في ناس بيدفعوا البياض للشيخ، وتلقى قال واطة بينات تقند، قال يعني بينات فاصل، قال ده دفع البياض الله نزل له المطرة، البيجاي ديل قال ما دفعوا، المعنى الكلام ما نزل له المطرة، قال يجيك وهابي اللي هو نحن طبعا كويس معك، ما صار سنة، ديل جاب حاجة ديل كيزان، ديل كيزان يا جماعة، ديل كيزان بس بيدقون طبعا، الجماعة القدام ناس الترابي ديل زعطوه، زعطوا الدقن جدوا هناك، الترابي عامل حوتة نظام منه الإسلام الحديث، نحن طبعا الإسلام القديم ها هو الإسلام الحديث، وما عنده علاقة بالإسلام، مش الترابي ده ما عنده علاقة بالإسلام إطلاقا كويس، زول عنده رأي في القرآن، القرآن ده ما نافع معه، والسنة ما نافع معه، والرسول ذاته ما عاج، قال أنا أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يد قال أنا أعلم من الرسول، أنا بعرف إنجليزي الرسول ما بيعرف إنجليزي ده حسن واطة كويس، ونحن الليلة جاهزين لأي زول، أي زول داري ناقش جاهزين له من أنصار السنة كويس معك، أنصار السنة الله في القروش أنصار السنة، وانت ماشي لغاية الشيوعيين فوق هناك كويس معك، لغاية الشيوعيين اللي بيقولوا ما في حاجة اسمها الله، عرفت كيف؟ لغاية الشيوعيين فوق، مرورا برأس الترابي اتحاد ديمقراطي، أي زول عنده هوس في راسه ده نحن جاهزين له كويس معك، بالحجة والبيان، بالحجة وشنو؟ الحجة والبيان، أدلة كتاب وسنة بنناقشك بها، تقول كلامك شك نسمعك، تترزع تقعد هناك نجاوب لك كويس معك، وما تقوم لما الجواب ينتهي، فاهم الكلام ده كيف؟ تكون مرزوع لما ينتهي الجواب، أنت ما تمشي، مش قاعد تقولوا كده، العلمانيين مش بيقولوا كده، تترزع تسمع الجواب حتى تقوم تمشي، عرفت كيف؟ البلد دي مليانة ضلال يا أخوانا، مليانة ضلال، ديل عشان كده احنا عشان دار نعرف عباد القبور ديل وصوفية كثير جدا من شيوخهم ديل، الواحد محتاج يدعو إلى الإسلام لغاية ما يصل مرحلة يقبز أبو جهل،
لأنه ده الفات أبو جهل بهناك. أبو جهل لو سألته قلت له خلق الوعطى منه بيقول لك الله، لكن لو مشيت سألت الختم بيقول لك لا، يقول لك حسن بكم في الكون متحكم، المتحكم في الكون منه الله، بيقول لك لا حسن وتحسونه. عرفت كيف؟ داك قال أنا عرشها، والله قال أنا عرشها والكرسي أنا، أنا للسما بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. رأيك شنو بالكلام ده؟ كويس معك؟ أبو جهل قال كلام زي ده يا أخواننا يا طلاب، أنا بسألكم، أبو جهل قال كلام زي ده؟ عرفت كيف؟ يا أخي في بعض المشركين كانوا عارفين أن الإسلام ده حق، أبو جهل ذاته عارف الإسلام ده حق، لكن تكبر، الكبر لما يكون في القلب بيمنع الذل. عم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مات قال على ملة ابن عبد المطلب، قال ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن المنع شنو؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة قال لوجدتني سمحا بذاك مبينا. عرفت كيف؟ دي مشكلة منعته يخش الإسلام، فده الفاخو. عرفت كيف؟ ده الفاخو. عشان كده تجي تلقى واحد من شيوخ الصوفية تلقى أبو جهل أقرب إلى الإسلام، أبو جهل أقرب إلى الإسلام من شيوخ الصوفية. عرفت كيف؟ إذا كان بيجي زول بيقول لك أي حاجة في الكون ده الله، واحد اسمه الركيني، تعرف الركيني؟ الركيني ده هنا في أبو آدم، ده بيعتقد إنه أي حاجة في الكون الله، والمقطع عندنا صورة وصوت موجود قاعد. وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. عرفت الكلام ده كيف؟ حتى إنه شيخ الإسلام ابن تيمية نقل كلام، قال في واحد من الملاحدة ديل، الجماعة ديل عنده تلميذ، ديل بيعتقدوا أنه أي حاجة في الكون الله، والله قد الكتاب الآن موجود قاعد، كتاب اسمه فصوص الحكم، كويس؟ فصوص الحكم ده أمشي الدار السودانية للكتب، دي الصوفية، لأنه كثير من الناس مغشوشين، الواحد يقول لك الصوفية هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندها علاقة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الصوفية هي دعوة إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الإلحاد والشرك بالله عز وجل، ما عندها علاقة لا بأخلاق لا بعقيدة إطلاقا. ولا ما دي البولر ديل الصوفية الدلاليك قال عامل لهم حزب، قال دي آخر تقليعة طبعا 2017 آخر تقليعة، الدراويش ديل أظن المهيوبة كملت ولا الحاضر شنو أنا ما أعرف، كويس معك؟ والله ديل يأكلوك عندهم عصيدة، شو ما يقول لك بيأكلوا الناس، والله تمشي تشوف لك اللي بيأكلوا الناس ديل تحتار ذاته، والله عندهم عصيدة زي كرة التنس تدق كده تقوم تاني طايرة اللي فوق، الملاح ده الملاح بتاعهم بلحم ثلاثة ولا شنو ما أعرف، يكبوا لك الملاح، ملاح ده بيكورك براو، ملاح ذاته عجيب، البصلة تلقاه ماشي باتجاه وده ماشي باتجاه تحتار ذاته، الشيخ تلقى رقبته السيف ما ينزلها، انت ما شفت بتاع طابة ده كيف؟ ياخذ عنده كرش تقول بالع زول زول، تقول بالع زول، يقول لك ده الزهد، وين الزهد؟ ده زهد؟ يا اخ واحد تقول بيضرب كلمات يلمع كده يقول لك ده زهد، كويس معك؟ ف القوم ده يا جماعه عشان كده بلغوا درجه كبيره جدا، بلغوا درجه كبيره جدا شنو؟ من الضلال. والتصوف زي ما ذكرت لك ما عنده علاقه اصلا بالاخلاق، ولا عنده علاقه شنو؟ بالسلوك القويم، وليس له علاقه بكتاب الله ولا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعوه للالحاد بالله سبحانه وتعالى. والكلام ده موجود، انا بقول لك كده موجود الان، داير صوره وصوت فيه، داير مقاطع صوتيه او يعني صوره وصوت قاعده موجوده، داير كتب، كتب موجوده، الكتب موجوده قاعده فيها الكلام ده كله الضلال ده. عرفت كيف؟ الكتاب اللي ذكرته لك ده عشان تعرف انه مشكلتنا مع الناس ما السبحه، عشان ما يجيك واحد كوز يقول لك الرسول ديل السبحه والفاتحه بعد الصلاه وكذا، لا لا دي ما مشكلتنا مع الناس ديل، دي ما هي المشكله،
المشكلة أكبر من كده، أكبر من كده بكثير. زول بيقول لك أنا الله، يقول لك أنا الله، قال أنا الفرد، ده يا صوفي، قال أنا الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة دي، ده بتاع القادرية. قال والله، قال وما قلت هذا القول فخرا وإنما قال قلت كي تعرفون شنو حقيقتي. ونحن نتكلم في الصوفية ليه؟ لما نتكلم في الصوفية الشيوعي، الشيوعي بكورك ما بيقبل، الكوز ما بيقبل، كويس معك؟ الكوز ما بيقبل. التكفيري عبد الحي يوسف التكفيري ده مشى لواحد اسمه الدلوبيت في الفاو، زول دجال، مشى له هناك قال له جينا نتعلم منكم العلم، ده مفتي السودان قال، كويس معك؟ قال جينا نتعلم منكم العلم، جينا نتعلم منكم العلم قال، ده عبد الحي يوسف. تتكلم في الصوفية ده أي دول بكورك، شيوعي بكورك، كوز بكورك، كويس؟ أي بني آدم في السودان ده، الفنانين بكورك، جماعة طلعوا محمود الحوت طلعوا من أولياء الله، والله يتقل مات، طلعوا ولي واحد يناقص بتاع الصايم ديما، قال أخبرني الحوت أنه كان لا يختم حلقة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال لما نختم الحلقة يقول صلى الله عليه وسلم طوالي، وقالوا ده ولي كويس معك، طلعوا طوالي ولي كويس. كل جماعة دل لا بد يجيبوا لك الصوفية، والبلد دي مليانة دراويش بتاعنا الجرائد نصهم بيكتبوا ذلك دراويش جريدة الدار، يقول لك إعلام ونعلم إعلام، إعلام بتاع دراويش كله، جريدة الدار دي أكثر جريدة يجيبوا لك فيها الخرافات. ما سمعت القصة قال في الجزيرة قال في شيخ طلع مويه، قال طلع مويه من الواطة، قلنا لهم يا أخي يمكن تكون ماسورة مكسورة، أضربوا للجماعة بتاعنا المويه، مشوا للشيخ قال لا أبوي الشيخ الوهابية أنكروا الكرامة، أعمل لك كرامة تانية، قال الشيخ طلع كراع من الغبر، قال أنا جايبني في جريدة الدار، قال طلع كراع من الغبر كده، الشيخ ذاته طلع كراع من الغبر، قام الجماعة قالوا لا أبوي الشيخ كرامتك وصلتنا تب، قال الشيخ شيد دخل كراعه تاني بدي كرامة يا أخوانا، ده فيلم هندي، ده جيمي، ده شنو أنا ما أعرف، ها اكشي كومار ده شنو اسي، قال طلع كراع من القبر ومطلعها على شنو يعني، هو تقدر بتقدر تطلع كراع، شوف القبر ده اديك كلام، والله القبر ده لو دفنوك حي ما تجي مالك تاني، القبر ده جوا القبر، كان قال لك حوك عينك ما تقدر تحكها، جوا القبر ده جوا زول اخواننا حاشو قطن، حاشو قطن الاثنين والنخرين عملوا قطن طب كويس وربطوه وادوه الحنوط جداوجه ودلحت وادى طوب وطين وتراب، ها تقول لي بيجي مارك طلع كروع من القبر، ده اللي طلع الزول عادي، عندهم واحد ثاني بتاع طريقه قال طلع الزول من القبر من جوا، والله قد قال ندم قال له قال قال لي قال المريد قال بيذكر في الله، قال قام الشيخ دار نظر قام عايز، لما تكون صوفي بتكون بليد اي حاجه بيقول لك الشيخ حاو حاو عر عر خلاص بتكون صوفي، قال الشيخ جا وقف عليه لو كذا قال مالي اراك تذكر الله بهمه وانت ناقص الدرجه، قال يا شيخ مجتهد في العباده لكن درجتك ما ماشيه لفوق، شافه كيف؟ السؤال شاف الدرجه زايده كيف؟ ما هذا سؤال، قام قال له عندي قام مشكله قال مع ابوي ولا شنو ما عارف عندي مشكله قال مع ابوه، قال لا راح وريني محل القبر، انت عرفت الزول ده درجته ما زايده ما بتعرف محل القبر وين؟ يا كذاب، قال ما شنو القبر؟ قال لا قبر ابوك وينه؟ قال لا يا هندا، قال لا قوم، قال الزول قام الحلو من جوا قوم لك على قال الناس ما مسببين ناسي يا اخي زول ميت ما قايم ولا شنو انت؟ ما قايم ولا شنو؟ قال قوموا تاني رجعوا لك وكذب ساكت كله كذب في كذب عرفت كيف؟ فخلاصه الكلام يا شباب يا طلاب الدعوه تكون الاسلام ده مبني على القران والسنه، القرآن والسنة على فهم السلف، ما في حاجة اسمها جماعات، ما في حاجة اسمها صرصنة، صرصنة ده المبتدعة ضلال ما عندهم علاقة شنو بالكتاب والسنة، عرفت كيف؟ ما تقبى صوفي، ما تقبى إخواني، تمش تقبى مع الأخوان المسلمين، والأخوان المسلمين دي ما كانت كبيرة جدا، دي جاكوبة كبيرة، بقرة كبيرة،
ولدت كميه من العجلان من شنو العجل. داعش طلعت من وين؟ من القاعده وجبهه النصره، كويس معك؟ الاخوان المسلمين كل مره بيلدوا لك زول، كويس معك؟ كلهم ضلال، ده كلهم اخوان مسلمين، حزب التحرير، مؤتمر وطني، مؤتمر شعبي بتاع الترابي، كويس؟ جمعية ما عرف ناس أبو نارو، كلهم دل الهجرة والتكفير، دل كلهم أخوان مسلمين، دل كلهم زي ما قال أخونا الشيخ مزمل، قال دل عبارة عن نخامة سيد قطب، كلهم دل ده الذي يتقيه سيد قطب ولد جماعة دل، كل كلام شنو أهون من الذي ناس داعش وتنظيم القاعدة الآخر، دل كلهم أخوان مسلمين، ما يغشتك الشعارات يقول لك ده احنا ما تابع، كلهم في النهايه ما كان واحد شيخهم سيد قطب في البلد دي، عرفت كيف؟ ده شيخهم شنو؟ سيد قطب. فما تقبل صوفي، كويس معك؟ واياك احذرك كل الحذر من الجمعيات القاعده في الجامعات دي، الجمعيات دي شوف ما يقول لك جمعيه نادوس، ما في نادوس، في قران وسنه، عرفت الحاصل؟ جمعيه المغشاشه، في جمعية زي مغشاشة وما عارف شنو كده جالوس، أو يجيك واحد عامل شعره زي السعافة يقول لك أقوى معي شايل عود عامل فيه عنده موضوع، ده ما عنده أي موضوع، يقول لك عم عبد الرحيم قال كان داركت على الزلط لما في قطر هرس وانتهى منه، ما ينفع كلام زي ده، في قرآن وسنة قال عم عبد الرحيم صلى علي عجل، صلى ذاته مستعجل، كويس معك؟ صلى مستعجل وشايل له سبحة، ده هو الساقط، ما في حاجه اسمها عبد الرحيم، ما في حاجه اسمها حميد وكلام فارغ، عرفت كيف؟ ما يجيك واحد يقول لك حميده ولا حميده، عرفت الحاصل؟ يجي واحد عيان هنا والندوه الشعريه الكبيره الشاعر العملاق محمد الحسن سالم حميد، يجي ده طبعا لابس لنا الدارات يهمه لك، والدم دم بتاع شنو يا زول؟ انت مجنون ولا شنو؟ الدم بتقدر عليه انت؟ عرفت كيف؟ ما بتقدر عليه انت، ده هو الساقط، ويقول لك ما اعرف ابو السيد الى اخر من ذلك، في شباب كتار جدا جدا دال شيوعيين، عارف الكلام ده يا عم، لا جمعيه هنا تلقى واحد مفلفل شعره زي مسامير الزنك قاعد شايل له عود يقول لك جلسه بالعود، طبعا دي الوهمه الجديده اللي ما دي في الجامعه دي اساتذه بقوا ملاحده في الجامعه دي بقى ملحد عديل يقول لك ما في الله، تعال اغنعني انه الله فيه، زمان في واحد بليد من نصارى السنه كان بيقرا هنا والله يد لما فيه شيوعي لقى قاعد يغسل في هدوم ولا شو ما عارف ما بليد، ده ما بتاع الرقائق يقول لك اسمع الرقائق موجوده في الدين، يقول لك الردود ردود مجرحاتيه يا زول، الرد ده لب الرد ده دفاع عن الدين، الزول بيكون ما بيعرف الرد على الشبهات، ده عباره عن زول ماشي مكشوف عاري ما عنده ذخيره دافع بها عن الاسلام، لما فيه شيوعي بس في غسل هدوم بس ادى لك شبهات جايين لك طعير، قال لي جاني شيوعي قال لي اقنعني انه الله فيه، معلش يا اخونا محي الدين بس اخر نقطه، قال لي اقنعني انه الله فيه، كويس؟ قال لي اقنعني إن الخلق الله منه شوف والله، قلت له بس قال لك كده، قال لي هاي قول له، قلت له امشي قول له لو وريتك الخلق الله منه بتوريني الخلق داك، كان قال لك بعرفه قول له وريني الخلق داك منه، كان قال لك داك قول له داك ذاته الخلق منه، بس امشي معاه كده، طلع انا شيوعي بليز ساي عايل ليه كده فات؟ ده الجواب انت قاعد شنو انت ما عارف الحاصل؟ الشيوعيين دائما يدخلوك في حلقه مفرغه، يدخلك شنو؟ في حلقه مفرغه، كويس معاك؟ انت جيت من وين؟ يقول لك كان في ضب، الضب بقى جوانجا، الجوانجا بقى قرد، القرد والدولب بقى زول، اسا عليك دي نظريه تقنع بها بني ادم اسي؟ قرد راب كده بقى زول؟ انت مجنون ولا شنو؟ انت واد كافر ساي يا اخي يكورك ويزعل يقول لك كيف تقول لي انا كافر؟ هاي كافر كافر طب كويس معاك؟ لكن انت زي ما تعرف لقيت الكيزان ديل بيقوا نايين او نايين من يوم، والله البلد دي نلقى فيها سحبه، والله يا شيوعي في الوطه ما تمشي، وربي السماء والله ما تمشي في الوطه دي، شيوعي تقول الله ما في والله ما تمشي فيها، طبعا نون ولا شو؟ وانت تعرف التاريخ اما تقرا التاريخ هناك بتاع جميل الرحمن، في واحد اسمه جميل الرحمن افغاني هناك، ده في كم سنه بس نجم الشيوعيين ده كله في كم سنه، عرفت كيف؟ ده خليه من العواليق التانيين ديل، فده هو الساقط بيخش الى الشباب من باب الشهوات،
يفكوا لك بيت، يفكوا لك بيت تيجي تقعد جنبك، يفكوا لك بيت تيجي تقعد جنبك تقول لك اسمك منو وساكن وين واديني رقم تلفونك. طبعا بيجي جديد يكون طبعا جاي من الثانوي، فاقد الهوس ده ما في هناك، الثانوي ما في بنات، جاء جامعة لقى دي قاعدة جنبه، لقى دي الشيوعية دي طبعا بتكون رابطة لها طرحتها في نصها وتجي طايرة في الجامعة، عيوشة عيوشة شعراتها منكوشة، تشرب من الجدول تاكل من الكوشة، شنو كده ما عارف الدوشة يا اخي، لا سوي لها شنيع وداها المستشفى. انت مجنونة ولا شنو؟ دي مرة مجنونة ساكت كويس معك، مرة مجنونة في راسها ما عارف عم شنو كده ما عارف، هي يا قيفن نورة فيكن لا ما فيكن والله. ده كمان انا قبل ما اجي الجامعة دي كويس معاك، انا عندي اهالي كتار من دي كم نفر ملاحدة، من جاي اقعد في محل مناسبة بتخرج طوالي ملاحدة تب قاعد معي شيوعي في البيت كان قاعد معي كويس معاك، يحفظوك قصايد، هي يا قيفن نورة فيكن لا ما فيكن شنو كده ما عارف، نورة بالطلوات اختي، نورة اخد كل الغلابة، تدي ما عارف للجعان لقيمة وتدي للعطشان شنو كده جغيمة، والمخلي الحال ما صنقر في تقات الليل تدنقر، نورة شافت في رؤاها طيرة تاكل شنو كده ما عارف، هاس كله كله هاس. عرفت كيف يا زول؟ انت مجنون في حيطة بتفلع؟ قال حيطة بتفلع في قفزون البناء، انت مجنون دي حيطة بتاعت كيزان ولا شنو دي؟ عرفت الحاصل؟ في حيطة بتفلع انت مجنون ولا شنو؟ ها ساكت. شوف متى قالك جمعية هنا، وانا عارف الجماعة قاعدين هنا اقرب قاشك كويس، الليلة انا شيت حيلك انت قاعدنا صار سنة ولا شنو؟ معك سلفيين هنا عمل حسابك. عرفت الحاصل؟ هنا شغل بالكتاب والسنة. عرفت كيف؟ والعلا من نجي البلد دي جماعة كلهم بيقوا طالعين منها اسمعك، الدار ركن ركنين كلهم بيسلموا الراية وتخرجوا كويس معك. انا عارف اللي بيصفق ده بعد يومين بيكون معانا ان شاء الله تبارك وتعالى. عرفت كيف؟ بعد يومين بيكون معانا. عرفت الحاصل؟ فالموضوع يطول، اي شيوعي هنا كافر عنده هوس قال الله ما افتح لك براجي يقول الكلام ده عديل هنا، ما تمش تعمل جمعيات وما عارف شنو ليله شعريه، تعال هنا قول لنا ما في حاجه اسمها الله، تعال خد جوين اقول لك مش عاقيتك؟ مش عاقيتك قلت الله ما في؟ الكفر ده مش عاجبك؟ اكبر راجل تعال قوله هنا، فرصه مفتوحه للحوار النقاش للشيوعيين. في شيوعي واقف هنا؟ في اي صحافه واقفه هنا؟ ها؟ تعال قول كلامك دورينا الكلام ده. الحزب الشيوعي في السودان هنا لما طلعوا من تحت الواطا ابوك الشيخ الكبير قال ما زلنا على ماركسيتنا، اي كلام قالوا ماركس بنزله فيك بالملي بالصمت بنزله فيك، الا تقول لي ماركس ده كافر وانا خليت الشيوعيه، لكن اوعى تقول لي الشيوعيه ما معناه انك الله ما في، لا 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 الشيوعيه دي كامله كده شت فيها الالحاد، اشتراكي اي كافر برضه ما في اشتراكيه في الدين ده. عرفت كيف؟ يقول لك المساواه، لا لا ما في حاجه اسمها مساواه، القران ده جد جد ضد المساواه، في حاجه اسمها العدل، تعرف العدل يا بليد؟ في حاجه اسمها العداله، المراه والراجل ما واحد، المراه عندها نظام الراجل عنده نظام، دي العداله كده، مساواه ما في الدين ده. فهمت الحاصل؟ عارف المعلومه دي كويس؟ ده هو ساقط، فرصه مفتوحه لحوار النقاش. شيوعيين ما في؟ ما في شيوعي واقف؟ ها؟ صعليك بتاعنا الترابي هنون؟ في جماعة طبعاً أولا الترابي ديل أشوفوا على السبع أنفار القاعدين في جامعة السودان ديل المشهد دين حيلهم ديل، جاء واحد قبل ومبارح قال العقيدة دي ظنية، قال العقيدة ظنية، الإيمان قال ظني، يعني شنو ظني؟ يعني شك، يعني الشك الأصل فيه شك. واحد من الطلبة ظل طالب فلوتر زي ما بقولوا قال لي انت ايمانك ظني؟ قال لا ايماني ظني، يعني شاك في ايمانه ذاته كويس معك. سالوا عن القيامه برضه قال لما نصل هناك نشوفه كويس معك، ده شاك في الله وشاك في القران وشاك في السنه وشاك في النبي صلى الله عليه وسلم، ده اولاد الترابي ده شنو؟ اولاد الترابي كويس معك. احنا مشكلتنا بقت اكبر من كده يا طلاب، اكبر مما تتصور انت، فرصة مفتوحة للحوار النقاش. الهبر ومالو وينن؟ الحفر البير جابوا له دلو.
كويس معك؟ وينه؟ ناس العجو عجو القمري شنو كده ما عارف يا رسول الله شو؟ وينه جماعة دل؟ ما بيصلوا في دار يخش؟ أها فرصة افتح الحوار النقاش. إذا ما في زول داري يناقش أي واحد لابد بعقيدته شد حيلك على خليك. لو ما دار تخوش يعني دار نخش كيف؟ أنت كيف؟ ما دار تخوش مش كده؟ كلكم جبنا. أنت حامل لك منهج ما قادر تدافع عنه؟ زول حامل له دين شايل له عقيدة في قلبه ده ما قادر تدافع عنها؟ كويس معك؟ إذا ما في زول داري رجال يخش يوعي يرجل يخش هنا صوفي يرجل يخش نفتح الفرصة إن شاء الله لأخونا محي الدين يواصل فيما انقطع من حديث.